70 درهم ديالي انايا هذيك كنت اللي تنديها معايا انا وليت دابا تنخليها للسيل مازوت. نولي نحط الطوموبيل ونمشي نمشي على رجلي. تكيسوا علينا الله يرحم لكم الوالدين. سالتي الحكومه تشوف دير شي حل للشافر الطاكسيات والمواطنين. فارا بزاف طلعتوا بزاف حرام هادشي راه الله يمهل ولا يهمل. الله يهديهم علينا الله يهديهم علينا راه حنايا شعب ظريف ما باغي حتى شي حاجه خايبه باغين غير طريف الخبز بالحلال. وتكيسوا علينا الله يرحم لكم الوالدين تكيسوا علينا. وكنا 28 38 ولينا فارا بزاف طلعتوا بزاف حرام هادشي راه الله يمهل ولا يهمل. دابا حتى نتوما مالين الطاكسيات يعني صعيب انكم كتشتغلوا بشكليه وبزاف. انا ولاتي تديو لي دابا 80 درهم ديالي اللي كنت نديها انايا تنديها لوليداتي انا دابا وليت نخليها المازوت كل انا نخلي له 80 درهم ديالي 70 درهم ديالي انايا هذيك كنت اللي تنديها معايا انا وليت دابا تنخليها للسيل مازوت. رساله تكيسوا خصكم تنقصوا لنا هاد المازوت راه هاد الشيء راه ماشي معقول ما معقول والو كلشي غلا التقضيات تغلات ما عرفناش راه دابا حنا راه حنا دابا راه كلشي راه دماغه تيدور راه هاد الشيء راه ماشي معقول. نهار الحد زادت درهم اليوم عاوتاني صبحه زايده درهم راه هادشي راه لا اله الا الله محمد رسول الله. تكيسوا علينا تكيسوا علينا تكيسوا علينا راه الانسان تيكون مكالمي واني راه لا ضغطت ضغط 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 راه غيولد انفجار. والسلام عليكم. الثمن بزاف علينا اختي شنقول لك. تنطلبوا من السي اخنوشي يشوف من حال الدرويش ويشوف من الشعب يهبط لنا شويه الثمن اختي. غنولي نمشي بها الخدمه ونجي ما غاديش نمشي نتسارى بها ولا نخرج الدار ولا غنبقى الخدمه الدار. حتى شنو كدير تقريبا انت زعما شنو كدير باش تشحال؟ وكنت كندير واحد القدر تمشي به الخدمه ونجي وعارف دابا ولات يطلبها بزاف اختي داكشي بزاف تيتقام غالي بزاف اختي. هاد اللحظه راه عاد قلت للسيد صاحبي نقول لي انا ولي نحط الطوموبيل ونمشي نمشي على رجلي. كتفضل نمشي في الترونسبور نمشي في الترام ونمشي للخدمه هادشي اللي كاين باش نقتصد. تنتمنى من السي عزيز اخنوشي يشوف من حال الشعب ديالنا راه مقهور راه جايه فيه الدقه بزاف هادشي اللي كنتمنى السي عزيز اخنوشي. اش نقول لك اختي الثمن راه زعما راه غالي بزاف. تمشي للبومبا كنت ندير 130 140 درهم دابا تندير 5600 5400. وكيفاش هاد الزياده هادي كل نهار كيزيدوا ما فهمتش؟ وهادشي راه من الدوله. الدوله راه كتشوف حال المواطن وشافر الطاكسيات. شنو رسالتك للحكومه يعني؟ رسالتي للحكومه تشوف دير شي حل لشافر الطاكسيات والمواطنين. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.